النهارده هنحاول نكمل المسألة اللي كنا بدأناها المرة اللي فاتت، اللي بتتكلم عن نظام المرحلة الإنتاجية بس بيضيف مواد خام خلال الفترة أو خلال المرحلة. كنا المرة اللي فاتت دي مثال عملي وحلينا أول مطلوب اللي هو كان إعداد تقرير الإنتاج المتجانس. النهارده إن شاء الله هنعمل تقرير التكاليف على نفس المسألة. ركز كده مع بعض، تقرير التكاليف نفس الخطوات بتاع تقرير التكاليف اللي كنا اديناها في المسألة اللي خدناها قبل الأجازة. بنعمل عادي الجدول بتاعنا عادي، البيان إنتاج فعلي إنتاج متجانس تكاليف إجمالية ومبلغ الوحدة. أول حاجة بنكتبها الوحدات المستلمة، دي بنجيبها منين؟ من المسألة عندي كانت الوحدات المستلمة كلها 10,000 وحدة. بعد كده متقسمين عندي عناصر التكاليف، تكاليف مستلمة وتكاليف مواد وتكاليف تشكيل. زي ما قلنا التكاليف المستلمة دي بنجيبها منين؟ التكاليف المستلمة دي الأول هجيب المتجانس كله بتاع التكاليف المستلمة دي هجيبها منين؟ من الجدول بتاع تقرير الإنتاج المتجانس اللي عملناه المرة اللي فاتت. جدول تقرير الإنتاج المتجانس اللي عملناه المرة اللي فاتت في الصف بتاع الإجمالي في الآخر خالص كان تحت العمود بتاع التكاليف المستلمة، كان عندي 10,000 جنيه. هاخد 10,000 جنيه دي هحطها قدام التكاليف المستلمة في الجدول بتاع تقرير التكاليف. تاني الحتة دي، أنا دلوقتي عندي الوحدات المستلمة كلها اللي كانت في المسألة كانت عندي 10,000 وحدة، متقسمين عندي تكاليف مستلمة وتكاليف مواد وتكاليف تشكيل. انا عندي تكاليف المستلمه في العمود بتاع الاجمالي بتاع تكاليف المستلمه او في الصف بتاع الاجمالي اللي موجود عندي تحت عمود التكاليف المستلمه اللي موجود عندي في الجدول بتاع تقرير الانتاج المتجانس اللي عملته المره اللي فاتت كانت عندي كام؟ 10,000 جنيه. خدت ال 10,000 جنيه دول سلمهم. طيب التكاليف الاجماليه كلها بتاعه الانتاج المتجانس كانت موجوده عندي في المساله، اي ان التكاليف بتاعه الانتاج التكاليف المستلمه كانت 100,000 جنيه. حط تحت جنب التكاليف الإجمالية أو عند التكاليف الإجمالية عند التكاليف المستلمة 100,000 جنيه. يبقى عندي عدد الإنتاج المتجانس 10,000 جبتها منين؟ جبتها من الجدول بتاع تقرير الإنتاج المتجانس عند التكاليف المستلمة، والتكاليف الإجمالية كانت موجودة عندي في المسألة 100,000 جنيه. لما أقسم التكاليف الإجمالية على الإنتاج المتجانس يعني 100,000 على 10,000 إداني كام؟ 10 جنيه للواحد. تمام كده؟ طيب نفس الكلام عند المواد، تكاليف المواد انا كانت عندي في العمود بتاع المواد في تقرير الانتاج المتجانس كانت كلها 10,000 وحدة. هنقل ده في الجدول بتاع تقرير التكاليف ل 10,000 زي ما هما. التكاليف الاجمالية بتاعت المواد كانت موجودة عندي في المسألة 50,000 جنيه، خدتها زي ما هي، اقسم 50 على 10 تاني 5. انا تكاليف المواد جبتها من العمود بتاع المواد، خدت الإجمالي كانت 10، والتكاليف الإجمالية كانت موجودة عندي في المسألة، فقسمت 50,000 على 10 إديني 5. آخر حاجة تكاليف التشكيل، تكاليف التشكيل عندي برضو من جدول التقرير والإنتاج المتجانس كانت تحت تكاليف التشكيل الإجمالي كانت 9,200، والتكاليف الإجمالية كلها كانت 92,000. قسمت 92,000 على 9,200 إديني 10 جنيه للوحدة. تمام كده؟ يبقى أنا كده عرفت ان تكاليف الوحدة عندي هتطلع 10 و5 و10 عند التكاليف المستلمة وعند المواد وعند تكاليف التشغيل. تاني خطوة هعملها، بس هحتاج ان انا اعمل زي مسودة كده. هنقول في المسودة دي هنشوف كده في الملاحظات لنا اللي موجودة قدامنا دلوقتي، هنلاقي هو بيقول لي ان انت عندك القيمة البيعية للتالف كله كان في المسألة عندي كام؟ القيمة البيعية بتاعت التالف موجود عندي في المسألة جاهز هيلي 4,000 جنيه. طب هو عدد الوحدات التالفة أنا كنت حاسباها المرة اللي فاتت بكام؟ ب1,000 وحدة. يبقى 4,000 اللي هي القيمة البيعية للتالف على 1,000 وحدة اللي هو التالف كله يديني كام؟ 4 جنيه. طب هو التالف المسموح بيه كان كام من 1,000؟ كان 400 وحدة. وأنا التالف المسموح بيه كان 400 والغير مسموح بيه كان كام؟ 600. التالف المسموح بيه 400 مضربهم في الأربعة جنيه للوحدة اللي أنا لسه جايباها من الخطوة اللي قبل كده، هيطلع لي 1,600 جنيه. 1,600 جنيه دي حاجة اسمها القيمة البيعية للتالف المسموح بي، القيمة البيعية للتالف المسموح بي. تمام كده؟ طلعوا معي كام؟ 1,600 جنيه. أجي أعمل الكلام ده، أحط الكلام ده فين؟ أحطه عندي في الجدول. هطرح من الخطوة الأولانية بعد العناصر بتاعة التكاليف بتاعة المستلمة والمواد والتشكيل، هطرح حاجة اسمها عدد الوحدات التالفة اللي هي 400 وحدة اللي احنا حديناها،
هحط تحت التكاليف الإجمالية حط 1600 جنيه، اللي هي اللي احنا قلنا عليها القيمة البيعية للتالف المسموح بيه اللي احنا لسه جايبينه. طيب هرجع تاني للنسبة بتاعتي أو الملاحظات بتاعتي، هعمل حاجة كمان، هحسب حاجة اسمها حساب التالف المسموح بيه. هحسبه ازاي؟ هقسمه، عندي مستلمة ومواد وتشكيل. المستلمة انا كان عندي تكلفه الوحده بتاعت المستلمه وتقرير التكاليف، الخطوه الاولى في الجزء بتاع تقرير التكاليف المبلغ بالوحده كان في المستلمه كام؟ كان 10، وفي المواد كان كام؟ 5، وكان في التشكيل كام؟ 10. هاخد ال10 وال5 دول او ال10 وال5 وال10 دول هاخدهم وهضربهم كلهم في 400 وحده اللي هم كانوا ايه، كانت عدد الوحدات التالفه المسموح بيه. تاني هعمل خطوة اسمها حساب التالف المسموح بيه. هحسبه ازاي؟ اول حاجة هجيبها، هجيب الوحدات، عدد الوحدات او تكلفة الوحدة بتاعة التكلفة المستلمة وبتاعة المواد وبتاعة التشكيل، هجيبها منين؟ من تقرير التكاليف في اول جزئية ما جبتها اللي هي 10 او 5 او 10. هضرب كل واحدة فيهم في 400 وحدة اللي هم التكاليف التالفة او عدد الوحدات، سوري عدد الوحدات التالفة. هضرب 400 في 10 هتطلع لي 4000، و 400 في 5 هتطلع لي 2000، و 400 في 10 هتطلع لي 4000، اجمعهم الثلاثه مع بعض اديني 10000. ال 10000 دي هطرح منها القيمه البيعيه للتالف المسموح بيه اللي هم كانوا كام؟ 1600 اللي احنا جبناهم من الخطوه اللي قبل كده. هطرح ال 10000 من 1600 طلع معايا 8400. 8400 ده حاجه اسمها صافي تكلفه التالف المسموح بيه. صافي تكلفه التالف المسموح بيه، انا بجيب صافي تكلفه التالف المسموح بيه ازاي؟ الاول حاجه بجيب التالف المسموح بيه عن طريق ان انا بضرب 400 بتاعت عدد الوحدات التالفه في تكلفه الوحده في كل عنصر، مره في المواد، مره في التكلفه المستلمه، ومره في المواد، ومره في التشكيل. جمعتهم اداني 10000، طرحت منهم القيمه البيعيه للتالف المسموح بيه اللي هي 1600، اداني 8400، ده صافي تكلفه التالف المسموح بيه. لو رجعت المساله هلاقي في المساله ايه كده ملحوظه، قال لي قررت الإدارة تحميل التالف الغير مسموح به نصيب من تكلفة التالف المسموح به. قررت الإدارة تحميل التالف الغير مسموح به نصيب من تكلفة التالف المسموح به. يعني التالف الغير مسموح به أو التالف المسموح به هيتشال منه جزء ويتحط يتزود أو يتحمل على التالف الغير مسموح به. تاني قال لي قررت الإدارة تحميل التالف الغير مسموح به نصيب من تكلفة التالف المسموح به، يعني التالف المسموح به هي جزء منه هيروح لإيه؟ للتالف الغير مسموح به. طب هنعمل الخطوة دي إزاي؟ هنرجع برضو للملاحظات بتاعتنا. أنا كنت جبت صافي تكلفة التالف المسموح به بكام؟ 8400 في الخطوة الأخيرة. 8400 دول هقسمهم على حاجتين، وأنا التالف المسموح به أو سوري التالف الغير مسموح به عبارة عن إيه؟ عبارة عن 7000 اللي هم بتوع الوحدات التامة زائد 600 بتوع التالف الغير مسموح به. تاني أنا جبت حاجة اسمها صافي تكلفة التالف المسموح به اللي هم 8400، هقسمهم على التام كله زائد 600 بتاعة التالف الغير مسموح به اللي هم هيبقوا 7600. أما أقسم 8400 على 7600 هيطلع لي 1.105. تمام كده. الواحد زيرو خمسة، الواحد بوينت واحد زيرو خمسة ده هحطه فين؟ هحطه عندي في تقرير التكاليف عند مبلغ الوحدة أو تكلفة الوحدة. يبقى عندي القيمة البيعية ناقص القيمة البيعية المسموح بيها 1600 عند الإجمالي، وواحد بوينت واحد زيرو خمسة عند مبلغ الوحدة. تمام كده. وباقي الجدول هيبقى عادي خالص زي ما كنا بنعمل في المحاضرة اللي كانت قبل الأجازة وإحنا بنعمل تقرير التكاليف بتاعنا عادي خالص. هنعمله ازاي؟ اول حاجه عندي هحلل التكاليف بتاعتي. هحلل اول حاجه ايه؟ هحلل التكاليف المستلمه. هاجي عند الوحدات التامه بتاعتي. الوحدات التامه بتاعتي متقسمه تكاليف مستلمه ومواد مباشره وتكاليف تشكيل من جدول تقرير الانتاج المتجانس، كانوا كلهم 100% يعني 7 و7 و7. عند التكلفه المستلمه كانت 7، وعند المواد او الخامات كانت 7، وعند تكاليف التشكيل كان 7000. هاخدهم زي ما هم وهقسمهم على تكلفة الوحدة اللي هم سوري هضربهم في تكلفة الوحدة اللي انا هجيبها من الخطوة اللي فاتت اللي انا هثبتها في الجدول عندي كله اللي هم 10 والخمسة والعشرة، وهزود كمان معايا 1.105 معايا في الجزء بتاع لإيه؟ تكاليف الوحدات المستلمة. تمام كده. طيب هقسم هضرب 7000 في 10 اداني 70000، والسبعة في 5 يديني 35000 اللي هي في التكاليف الإجمالية اللي في النص، وسبعة في 10 يديني 70000، و 7000 في 1.105 هيطلع لي 7735. دي اول واحده.
بعد كده اوزع برضو المحتاج تحت التشغيل، اجيبها برضو من تقرير الانتاج المتجانس. المحتاج تحت التشغيل كانت عندي كام؟ كانت 2000 جنيه عند التكاليف المستلمه، وكانت 2000 عند المواد، وكانت 2200 عند تكاليف التشكيل. هنقلهم 2000 و2000 و2200، وهاخد واحده زي ما هي 10 و5 و10. وهنا مش هاخد التكاليف بتاعه المحتاج التلف غير مسموح بيها، لان هنا مش هينفع. هو ايه اللي احنا بنحمل التكاليف؟ ايه اللي في المساله؟ انت بتحملي التكاليف المسموح بيها على التكاليف الغير مسموح بيها، بنحمل التكاليف المسموح بيها على التكاليف الغير مسموح بيها. والتكاليف الوحدات تحت التشغيل دي اصلا ما فيهاش وحدات تلفه، الوحدات تحت التشغيل دي لسه اصلا ما تمتش، فما كانش فيها وحدات تلفه. فهنا ما ينفعش خالص ازود معايا الجزء بتاع الوحدات التلفه اللي هما 1.105 ده خالص. كل اللي انا هعمله هاخد بس بتاعه المستلمه والخامات والتشكيل، اخدهم من جدول تقرير انتاج المتجانس من عند الجزء بتاع وحدات تحت التشغيل 2000 و2000 و2200، وضربتهم في 10 و5 و10، اداني 20,000 و10,000 و120,000. الخطوة التالتة هاخدها عندي برضو من جدول تقرير الانتاج المتجانس اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت. هاخد اللي هو بتاع التالف الغير مسموح بيه من عند التالف الغير مسموح بيه. كان التالف الغير مسموح بيه كانوا كام؟ كانوا 600، اللي هما كانوا 600 و600 و600، لان احنا قلنا ان التالف تم الفحص في نهاية المدة، يبقى مستوى الاتمام 100%، ف600 كلها زي ما هي زي ما قلنا المرة اللي فاتت. هاخد 600 و600 و600 اضربهم برضو ب10 و5 و10، وهنا هاخد معايا 1.105. ليه؟ لان احنا قلنا ان التالف المسموح به بيتوزع على التكاليف على التالف الغير مسموح به، فاحنا خدنا التالف المسموح به مرة عند الوحدات التامة ومرة عند الوحدات الغير التالفة الغير مسموح بها، لكن عند تحت التشغيل مش هناخده تاني. انا ليه خدت ال 1.105؟ خدته مرتين، مرة عند الوحدات التامة ومرة عند التالف الغير مسموح به، لكن ما خدتوش عند الوحدات تحت التشغيل. ليه؟ لان الوحدات تحت التشغيل دي وحدات ما تمتش لسه، ما بقتش تامة بنسبة 100%، فما ينفعش يكون فيها اصلا التالف. فانا بوزع التكاليف التالفة او الوحدات التالفة بتاعتي بوزعها على التكاليف التامة وعلى التكاليف الغير مسموح بها زي ما قال لي في المسألة. تمام؟ برضو هضرب 600 عادي ب10 تاني 6000، 605 تاني 3000، 600 ب10 تاني 6000، 600 ب1.105 تاني 665، وجمعته عادي خالص. نفس تقرير التكاليف اللي كنت شغال عليه المره اللي فاتت، ما زادش عليا حاجه غير الجزء بتاع الوحدات التالفه المسموح بيها اللي انا عملتها عندي في الملاحظات. حسبنا الوحدات التالفه المسموح بيها القيمه البيعيه بتاعتها، وحسبنا القيمه البيعيه حساب التالف المسموح بيه كله، وحسبنا القيمه البيعيه اللي اقترحنا منه القيمه البيعيه للتالف المسموح بيه اللي هم ال 1600. اداني صافي تكلفه التالف المسموح بيه، صافي تكلفه التالف المسموح بيه اللي هو 8400، قسمتهم على حاجتين اللي هي الوحدات التامه زائد الستمية بتاعة الغير مسموح بيه زي ما يقال لي في المسألة، ان قال لي ان احنا هنوزع التالف المسموح بيه على الغير مسموح بيه. طلع لي تكلفة الوحدة هي دي اللي ثبتها عندي في الجدول، وضربتها مرتين، مرة عند الوحدات التامة ومرة عند الوحدات التالفة الغير مسموح بيه. يبقى كده انا خلصت الجزء بتاع تقرير التكاليف، خلصت المسألة بتاعتي.